الحمد لله قاعدين نخدم على ارواحنا بفضل هذا يقعد سيمولات قاعد يخدم معنا ان شاء الله بقدرة ربي هيك نكملوا بقدرة ربي نحققوا نتائج ايجابية باش نخرجوا من المرتبة بريسك مرتبة خير ما يصير ما تليقش بها المرتبة هذه ان شاء الله بقدرة ربي اخر شامبيونات تلقانا في الوسط ولا فوق ان شاء الله بقدرة ربي. حمزة اللي كان ناقص حمزة هو البتيبوت قاعد يقدم في مردود كبير لكن هدف اليوم هدف جاي ما نشوفه مع الكونفيرماسيون الماتش الجاي. الحمد لله انا قلت لك كما قلت لك قاعدين نخدموا على رواحنا يجي من الاول من الاخر الحمد لله 3 بوان هذاك الفايده 3 بوان وديما قلت ربي الماتش الجاي نخموا على 3 بوان زاد ان شاء الله. في قفصه قلت ربي على 3 بوان ان شاء الله.